السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا كل اللي بيسمعني، معكم الأستاذة صفاء من قناة يوتيوب. اللي بيسمعنا لأول مرة واجب الفيديو ما ينساش يشترك ويفعلنا الجرس. حابة أعرف إن في قناة ثانية اسمها يوتيوب معرفة، تابعونا على قنوات يوتيوب يوتيوب ويوتيوب معرفة. اليوم تلخيص نص آثار الرحلات الجوية الطويلة على الإنسان سنة أولى متوسط. يا رب التلخيص تستفيدوا منه يعجبكم. إن الرحلات الجوية الطويلة لها آثار صحية ونفسية على الإنسان، منها اضطرابات ساعات النوم والشعور بالإرهاق والدوار واضطرابات المعدة بسبب الخلل في التمثيل الغذائي. مرة أخرى، إن الرحلات الجوية الطويلة لها آثار صحية ونفسية على الإنسان، منها اضطرابات ساعات النوم والشعور بالإرهاق والدوار واضطرابات المعدة بسبب الخلل في التمثيل الغذائي. يا رب تستفيدوا من التلخيص ويعجبكم. أشكركم على حسن الاستماع وأترككم في رعاية الله. لا تبخلونا باللايك كومنت القناة والاشتراك في قنوات يوتيوب. دمتم في رعاية الله.